تنفيذا لتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب مؤتمرا صحفيا استعرضت خلاله اللجان البرلمانية الدائمة منجزاتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أعمال اللجان الدائمة الخمس بالمجلس خلال دور الانعقاد الثاني بحضور ممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام المحلية. بعد صدور الأمر الملكي بفضل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، استعرضت اللجان الدائمة في مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي أهم القوانين التي أنجزتها والموضوعات التي بحثتها وناقشتها وأهم التشريعات المرتبطة بالمراسيم بقانون والمشروعات بقانون والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة وغيرها، مما تحقق خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. واحنا في اللجنة المالية تم استعراض المشروعات وأهم القوانين اللي تم مناقشتها ودراستها خلال هذا الدور. طبعا غلب على طابع مناقشتنا في اللجنة المالية للقوانين الرقابية والمشاريع الرقابية، وهي أداة مهمة جدا في عمل المجلس، من أهمها مناقشتنا لتقرير الرقابة المالية والإدارية، وأيضا تقرير الحساب الختامي واللي اعتبره من أهم الوثائق اللي حتى تفوق أهميتها للميزانية العامة، واللي فيها نرى أين ذهبت الأموال المرصودة وإلى أي جهة رصدت إليها ومقدار أداء كل وزارة لهذه الميزانية. وبهذه المناسبة لابد أن أشكر أعضاء اللجنة المالية جميعهم على أدائهم خلال هذه الفترة، فترة الدور الثاني. وخلال المؤتمر الصحفي قدم أصحاب السعادة النواب ورؤساء اللجان عددا من الإحصائيات والأرقام المرتبطة بعمل اللجان، مشيدين بالدور المميز الذي لعبته الصحافة البحرينية في تغطية ومتابعة أعمال الجلسات واللجان بمجلس النواب وإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية. بالنسبة للأمور المتعلقة بلجنة الخدمات، احنا عقدنا 30 اجتماع وناقشنا 119 موضوع، انجزنا منه 95 موضوع، يعني كم هائل جدا. عدد المراسلات اللي طلب المرئيات 617 مراسلة صادرة من لجنة الخدمات، عشان تعرفون كم الهائل اللي والشغل اللي يقوم به لجنة الخدمات. معدل الانجاز عندنا 84%، الباقي 16%. أتمنى بأن ننهي حتى هذه 16% قبل ابتداء الدور الثالث. شكري للجميع وأتمنى التوفيق والسداد في الدور الثالث. طبعا لجنة الشؤون الخارجية ودفاع الأمن الوطني في الدور الثاني الحمد لله بادرت وأنجزت في أمور كثيرة. طبعا كان عندنا بنسبة 77% أنجزنا في أمور الموضوعات المدرجة، و 33% لا زالت يعني في طور المرئيات واستجماعها. الحمد لله في إنجازات يعني من 2010 2014 مشاريع قانون موجودة سابقا الحمد لله تم تحويلها إلى المجلس، ويعني سن هاي التشريعات وتحويلها إلى السلطة التشريعية اللي هو مجلس الشورى. بشكل عام الحمد لله اللجنة، أعضاء اللجنة كلنا الحمد لله متكاتفين، أدينا دور الفريق الفني الموجودين الحمد لله ما قصروا، يعني كانوا عون سند المجلس كله. هذا وشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس حراكا نيابيا بارزا ومتميزا، وذلك من خلال عمل اللجان الدائمة بمجلس النواب لمواصلة مسيرة العمل النيابي الوطني، وتأكيدا لصواب اتجاه بوصلة العمل البرلماني في مملكة البحرين. جهود كبيرة بذلتها اللجان النوعية الدائمة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وذلك في سبيل الارتقاء بالعمل البرلماني ودعم القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.